سوف يزداد أضعافا. وحتى أننا اقترحنا بيان للصحافة يصدر عن مجلس الأمن حضرنا على أساس صياغات معتمدة بعيدة عن السياسة. وماذا سمعنا من الزملاء ومن الوفود الغربية في ذلك الحين؟ قالوا لنا أن ليس الأمور بهذا الوضوح، وبالتالي عليها أن ترى وتقيم إذا كانت هكذا إشارة من المجلس من شأنها أن تؤدي إلى تهدئة الأوضاع في الإقليم. فالولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا فعليا رفضت أن تؤكد المبادئ الأساس في القانون الدولي والمتعلقة بحرمة وحصانة المقار القنصلية والدبلوماسية، وهذه مكرسة في اتفاق فيينا حول المسألة، وأن هذه الأخيرة تنطبق على الدول جميعها على قدم المساواة. والنتيجة الآن واضحة أمام العيان. نعرف وتعرفون جميعا أن هجوما على بعثة دبلوماسية هو ذريعة حرب بموجب القانون الدولي. ولو أن بعثة غربية هي التي استهدفت لكنتم لتنتقموا، لكنتم لتكونوا أنكم محقون في هذه القاعة. لماذا؟ لأن كل ما له علاقة ببعثات ومواطنين من الغرب مقدس وبالتالي يستحق الحماية. ولكن عندما يتعلق الأمر بدول أخرى وبحقوقها بما في ذلك الحق بالدفاع عن النفس أو برعاياها فالأمر يختلف كما تقولون. عندها تفعلون محاججاتكم بشأن انعدام المعلومات والتحول القانوني وما إليه، وها أن المجلس اليوم يرى ازدواجية في المعايير، وهذا فعلا محرج. كانت بلادي قد حذرت مرات عديدة بأن أزمات كثيرة في الشرق الأوسط قائمة بسبب النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، وتغذى بسبب الأفعال غير المشروعة، وهي سوف تؤدي إلى مزيد من انعدام الاستقرار في المنطقة كاملة. وكنا قد أشرنا مرات عديدة أن لا دولة في الشرق الأوسط أو في شمال أفريقيا يجب أن تتحول ساحة للمواجهة الدولية أو الإقليمية أو ساحة لتصفية الحسابات السياسية. ما حدث ليلة 14 من أبريل لم يأتي في فراغ، علما أن الخطوات التي اتخذت كانت رداً على عدم تحرك المجلس، الرد على هجوم من إسرائيل ضد دمشق. فسوريا تتعرض لهجمات باستمرار من قبل إسرائيل، وكثر من بينكم اليوم لم يكن له شجاعة القول إن العنف في الشرق الأوسط يزداد في سياق عملية مر عليها 6 أشهر وحاصلتها كبيرة، أعني بذلك العملية في غزة والضفة الغربية، وهذا بالرغم من طلب واضح في قرار مجلس الأمن 1728 بوقف إطلاق النار فورا. ولا شك أن هكذا صمت بشأن الأسباب الكامنة خلف هذه الأزمة إنما هو غير مقبول، لا سيما في ضوء التوتر الذي يزيد من حدته الزملاء من الولايات المتحدة وغيرهم. لا تمتثل إسرائيل لقرارات مجلس الأمن، وهذا هذه إساءة لكم وللمجلس، لكم أنتم في هذه القاعة وفي هذه الكراسي، وطبعا غض الطرف عن قرارات مجلس الأمن. هذا أمر يجب أن يكون له تداعيات، ويجب أن يسأل من لا يحترم هذه القرارات. السيد الرئيس، نحن نتذكر طبعا التصعيد الخطير في يناير 2020 عندما كانت المنطقة على شفير النزاع بسبب اغتيال الولايات المتحدة على الأراضي العراقية لقاسم سليماني وعدد من الضباط العراقيين، لكن واشنطن لم تستخلص العبرة من ذلك، وكأفعال وبسبب أفعال رعنة إضافية تقود وأفعال بالأحرى تقويض الاستقرار يستمر. ندعو الأطراف المعنية بهذه الحوادث أن تضبط النفس في ضوء التوتر الكبير في الميدان في الشرق الأوسط.
وخطر أن تتوسع رقعة هذا النزاع، ونتوقع من أن دول الإقليم سوف تسوي المسائل جميعها باستخدام السبل الدبلوماسية حصرا. نعتقد كذلك أنه من الأهمية بمكان أن تساعد الأطراف الدولية البناءة في هذا الجهد من الطارئ للأسرة الدولية أن تبذل كل المساعي لخفض التصعيد، وإلا قد تجر المنطقة إلى دوامة من الهجمات المتبادلة والعنف. في هذا السياق نسجل ما أشارت إليه طهران بعدم رغبتها بتصعيد عسكري ضد إسرائيل، وندعو إسرائيل إلى حذو حذوها والامتناع عن استخدام العنف الاستفزازي في الشرق الأوسط، إذ إن في ذلك مخاطر وتبعات لمنطقة مزعزع فيها الاستقرار أصلاً بسبب النزاع الإسرائيلي الفلسطيني. شكرا.